السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوان الموالاة ديالنا، عندي واحد المعلومة خصني نقول لكم ضروري. أكثرية ودائما تقريبا أمراض الطيور، الطائر الحاسم حتى الكنار، حتى الكنار، شنو الكنار؟ طائر تبارك الله عنده مناعة كبيرة، والطائر كبير يعني كيصبر. بالنسبة للحاسون، الأمر ديالو تقريبا الإخوان دائما كتكون السبب ديالها وهي المشربية. المشربية الإخوان ما كانش هي المطاعدة، مغسول، فهمتي ولا؟ مغسول مزيان يعني كما كتشوف يكون مغسول، كنت كتشوف ما يكون شي كحال، لا كان كحال من هنايا ما الجوانب ديالو كيكون ديك كحولة هودا معاهم هكذا شي، كون على يقين عمرت لك الطويار ديالك، واخا النظافة واخا هادي، ولكن Thank you.
ما شاء الله ما شاء الله، اللهم بارك. اهلا 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 اخوان، ان شاء الله هذه الماكله عاود دابا شي حاجه راه نزولها له مع بيته له مشي هنايا ان شاء الله. ما عرفتش هذا التصوير اللي كنصور بهذا التليفون هيدا يا الاخوان، ما عرفتش واش مزيان. ساعه ملي تشوفوا الفيديو شي واحد ينصحني. اللهم اللهم بارك، صل على النبي. كما قلت لكم هذا الاكل ما نخليهش هنا، نجمعو كامل ان شاء الله باش الصباح ما كيصبحوش ياكلوا فيه عاود، فهمتي؟ كتصبح الدنيا عاود اونتر مندر، الميه الزوان ديالهم الامور اخرى صافي. شي حاجه اخرى عاود ثاني كنجي انا ان شاء الله غدا نفتح لهم الشل الغدا دارو لا صباح. شي هو مزيون اليوم وخا هو مزيون، بغيتي شي على بالعاني علاش خويت هذيك الملكه اللي عندها تما وهذه كنخليها فحالي نقول لك كتعقم كديباس وكذا. وهذا الشيء اللي كان الاخ، والله يسخر الجميع حتى هما عندهم الساعه ديالهم. اعانكم الله، تعاونوا مع اخاكم شي ابوني وبلي لايك شي كومونتير مزيون تشجعونا، واللي خصو شي عنوان شي حاجه يعني ما سمعكمش اقسم بالله مرحبا باي سؤال. عارف نفهم لا شويه، ما نعطيك نصيحه كما كانت، يا في المرض في العلاج في الوقايه مرحبا، في القفص في السلاكه مرحبا بكم عندنا. احنا مدينه مرتيد، الجو مشمش عندنا هانتوما الاخوان. ها هذه شجره الزيتون، هذه شجره الزيتون ان شاء الله تما عندكم في مطعم ان شاء الله يا ربي. هذا الفلفل حراو كامل، الفلفل حراو كامل. دابا نوري لكم في هذيك المره، والاجواء المرتي كيفاش اللي عامله عندنا ان شاء الله. وما بارك سميشة. سيدي اعانكم الله، الله يسهل لكم كل واحد كيعمل شي حاجه مزيونه في حياته كتعجبو، الله يسهلكم مولوع وكل عشق الحسن المقنين. وتحياتي تحيه ودانيه شماليه تطوانيه.